شيء صحيح، كل شيء مباح. على هذه الفكرة بنى حسن الصباح مملكته الغامضة في حصن منيع يرتفع 2000 متر عن سطح البحر ويبعد 100 كيلومتر عن طهران الحالية. يسمى آلموت أو وكر العقاب في ترجمته العربية. وعن الصباح وحصنه وفدائيه الذين عرفوا بالحشاشين كتب الروائي السلوفيني فلاديمير بارتول الحاصل على دكتوراه في الأحياء وأخرى في الفلسفة والمتأثر بأفكار الفيلسوف الألماني نيتشي روايته التي ترجمت إلى أكثر من 20 لغة، منها ترجمات متعددة باللغة العربية، واستلهمت في سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Assassin's Creed. وسبقت بنصف قرن رواية سمرقند لأمين معلوف، فكلتا الروايتين تناولت حكاية الحسن بن الصباح زعيم الحشاشين الذين وجدوا في القرن 11 الميلادي وينتمون تاريخيا إلى الطائفة الإسماعيلية النزارية. ليست رواية آلموت سردا تاريخيا، وإن بنيت على أشخاص وجدوا حقيقة وأحداث ذكرتها المصادر، بل هو عمل عموده الفقري الخيال الأدبي، يصور لنا مجتمعا يتحرر أفراده من القيود كافة لتحقيق رغباتهم. يقودهم شخص يتقن التلاعب النفسي والتحكم بعقول أتباعه بالمخدرات والخديعة، فيصنع لهم جنة مزيفة فيها ملذ وطاب، يدخلهم فيها تحت تأثير الحشيش، ثم حين يرجعون إلى الواقع يعدهم بها إن نفذوا تعليماته فيطيعونه طاعة عمياء تصل حد قتلهم لأنفسهم إن أمرهم بذلك. هي رواية تستهوي كل مهتم بالتاريخ وعلم النفس والفلسفة والأدب. يحكي لنا فيها بارتول عن رجل بدون أرض ولا جيش ولا ثروة، يكون أتباعاً لا يعصون له أمراً، ومن قلعته المعلقة بين السماء والأرض يقلق راحة حكم السلاجقة الأتراك، وتمتد يد الحشاشين إلى أقرب مقربي السلطان ملك شاه، فتغتال وزيره القوي نظام الملك. ول40 سنة يدوخ الحسن بن الصباح أو شيخ الجبل كما كان يلقب الجيوش التي حاربته بفدائيين يحرصون على الموت حرص أعدائهم على الحياة، من خلال حليمة المرأة المفتونة بحسن الصباح وابن طاهر العالم الذي أرسل إلى آلموت للتجسس. نتعرف على ما يدور داخل الحصن وداخل عقل الصباح ذي المعرفة الموسوعية والطموح الجامح والقسوة المفرطة، وفوق ذلك كله المتحكم في عقول الأتباع وقلوبهم. ولكن إلى حين فقد نفر المقربون منه وتمردوا عليه هادمين ما عاش عمره كله ليبنيه، وتلك عاقبة كل أيديولوجية شمولية. ألم تكن عين بارتول على هتلر وموسوليني وستالين وهو يكتب رائعته آلموت؟